من زياد ربح إلى حرس ستفهم وعمورة بذكاء الإياب، بينما الوفاق مازال بحوزته لقائين متأخرين أمام شبيبة القبائل وأمام شبيبة سكيكدا في الوقت اللي في محاولة من عمورة يوزع عمورة داخل ثلاث مباريات خارج ميداني. اليوم هي مباراة للتأكيد ثم الانطلاقة للوفاق داخل منطقة العملية. عمورة عمورة ضرب الجزاء وبالفعل النتيجة ننتظر، ومحاولة الأمل مقطوعة في وسط الميدان. عمورة ممتاز يحط كرة ناحية رفيق ممكن الكرة الوحيدة المفاق. بس هذه الكرة الوحيدة اللي استغلت خطأ لو 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 الهدف الثاني بالفعل خطأ في إعادة الكرة من زياد ربح إلى حرس ستفهم وعمورة في الهدف المسجل. دائما تأتي من في العمق، يعني وين موجود عمورة دائما الكرة تكون في العمق مثل هذه. نحن الهدف الثاني أثر عليهم كثيرا عمورة وتحركاته الفنية جمالية كرة القدم حاضرة خاصة الذكاء والفنية. وعمورة ممتاز ما لقى ولا أحد في الجهة اليسرى، فضل العودة إلى الجهة اليمنى أو الخرج الكثير من الحسابات. استرجع الكرة من 30 متر على المرمى ثم تسديدة قوية جالي دبيح شعيب يضيع منه الكرة، الحكم يعلن عن شيء ثم الانطلاقة كرة عمورة وزياد ربح في محور الدفاع بيطام بعد سيلي الكرة تصحيح الخطأ من مدافع أمام مدافع ثم الانطلاقة من عمورة. ينطلق عمورة سريع أمام زوج من لاعبين وقف كرته ممتاز يهدأ اللاعب ثم العودة إلى الخلف لمن للعيدوني نعم العيدوني وصعدي من تغموم. تصل الكرة لعمورة ينتظر صعود زملائه يحتفظ بالكرة ثواني وينتهي في انتظار الدقيقتين المتبقيتين من تغموم البحث عن المراوغة بينية ممتازة الوفاق. كرة ناحية من عمورة داخل منطقة العمليات والهدف الثالث. عمورة بسهولة يوقع الهدف الثالث في الوقت البدل الضائع. كرة ممتازة عمل ممتاز كان على الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى. بالتكتيكي عمل كبير عمله بكرار، لماذا؟ لأنه كان متمركز دائما مع اثنين لاعبين. الدغموم ممتاز دغموم حط كرة بينية تسديدة تصطدم بالمدافع يسترجع من بكاكشي يحط كرة ممتازة ناحية رفيقه صعود رفيقه في القائمة الثانية القندوسي تركرتو لبرباش برباش بمولودية العاصمة في انتظار نتيجة 3-0 موشي سهل 3-0 موشي سهل والانطلاق السريع الانطلاق هذه المرة تبقى لمصلحة الوفاق. كرة مرفوعة قندوسي داخل منطقة العمليات ربما الهدف وبالفعل الهدف يمسكوا الكرة يسيطر على الكرة وبعدين الانطلاق السريع فهذا هم يحضروا الحين جانيت رفع كرته في العقم كل هذا ناحية عمورة والهدف الخامس. أوه